الخبر الاول اللي عدنا عن مايا واللي هي نفس البنت اللي فضحت وسام تيكت بالسابق انه هو تحرش بيها، فحاليا نزلت مقطع ثاني واللي تثبت بيه انه فعلا الموضوع حقيقي، وبالثباتات المؤكد راح احط لكم هذا المقطع بالوصف لان المقطع شويه طويل، فروحوا شوفوا كلكم بعدين تعالوا اكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم بحركه وسام تيكت اللي سواها. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو احمد ابو الرب، فاحمد نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات واللي اعلن من خلالها عن بدايه التصوير فيديو كليب مالته الجديد، ولكن يا حبايب للاسف فاحمد راح يقطع عن اليوتيوب تقريبا فتره على مود يقدر يصور تقريبا 3 ايام حسب ما قال، راح احطكم هذه الستوريات تشوفوها. اوكي بدي احكي لكم هالشغله، بكره ان شاء الله اول يوم تصوير الاغنيه، والاغنيه يا جماعه صحيح انها بتخزي بس بتعب، التصوير بتعب. فطلعت انا اليوم كثير كنت عم بشتغل طول اليوم لانه عم بجهز كثير اشياء، جد تعبان مرهق. فاعذروني بس بدي اختفي على اليوتيوب هالكم يوم قبل ما اخلص كل اموري وبس. اوكي اول ما ارجع حنزل فيديو ردي على باليوتيوب، ترقبوا وفيديو كثير قوي. اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهم انس واصاله، فانس نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات واللي كان يعلم من خلاله انه راح ينزل مقطع اليوم على الساعه بالاربعه، فش قام متحمسين لهذا المقطع. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين انس واصاله على شادي وهيا بسبب الغاء اسم انس واصاله من التعليقات اللي عدهم، فلو ندخل على اخر مقطع نزله وننزل بيه على التعليقات راح نشوف انه كل التعليقات انقلبت بالانجليزي ومكتوب عليها جيش انس واصاله، طبعا يريدون يجمدون المشاهدات على المقطع ويضرون صاحب المحتوى، وما ادري الصراحه اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم بالتهجم اللي تعرضوا له، يستحقوه او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن يارا مار وصول حسابها بالانستغرام ل 600 الف متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال مليون يا رب، ولا تنسوني يا حبايب تباركوا لها بالكومنتات. الخبر السادس اللي عدنا عن ام سيف واخيرا خبر حقيقي وجديد عنها، فانتشر هذا المقطع يا حبايب واللي كان بيه اخت ام سيف واللي كان بيه الشرطه التركيه واللي يطمنون انهم بخير وما بهم اي شيء، راح احطكم هذا الستوري على المتتمون اكثر. الحمد لله نحن كلياتنا بخير، والجندرمة من شوي اجت وتدخلت. اذا اخواني الاكارم حبيت اطمن الجميع بانه الحمد لله اصبحوا بخير بحسب ما وردني من تسجيل صوتي يدل ويبرهن انهم بخير. فنتمنى من الكل يا حبايب انه يوقفون الاشاعات انه ام سيف ماتت او ام سيف ظهرت او مدري ايش، لكن صراحه اكو شيء غريب بالموضوع، فهي ليش سوت هذه الحركه اذا هي ما كانت تطلب المساعده؟ الا اذا هي من الواضح انه تريد تجيب مشاهدات وتسوي بلبله مو اكثر، فتوقع اذا رجعت اليوتيوب فالكل راح يتهجم عليها انه هي ليش سوت هالاشياء، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. الخبر السابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقه عصابه بدر، واخفاهم الاسم نور ستار من التعليقات اللي عدهم، وبهذه الحاله يكونوا خفوا انس واصاله واحمد حسن وزينب ونارين بيوتي وحاليا نور ستار من التعليقات اللي عدهم. اما بالنسبه للدليل ندخل على اخر مقطع نزله وننزل بيه على التعليقات ونروح نكتب كلمه نور ستار، تروح على الكلمه الاحدث اولا عمود نحفظ تعليقي وتعليق الاشخاص اللي القوا ورايا، بعد ما نحفظهم زين نروح نغير الحساب عمود نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا، فبعد ما غيرنا الحساب وننزل بيه على التعليقات وروح على الكلمه الاحدث اولا راح نشوف انه تعليقي ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم بحركه عصابه بدر بخفاهم الاكثر من اسم يوتيوبر بالتعليقات. وبس والله يا حبايب لهنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه عشان تكونوا في زي ما قدمت لكم القصص، وخلينا نوصل 300 الف متابع او 350 الف متابع وبس، مع السلامه.